المجالس التي تجتمع الناس فيها على الصلاة على رسول الله والله نماء للعالم وحياة للأرض ووحدة للأوطان، لأنهم اجتمعوا على ما لا يختلف عليه، على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها أكيد فرج، وأنها سريع نصر، وأنها عاجل بشارات. يا عباد الله، ما دام قد جمعتنا المواطن التي انهزمنا فيها في مواطن إن ننتصر فيها على أنفسنا، اعلموا ما دمنا قد انتصرنا على أنفسنا بالاجتماع على ذكر الله فإن النصر قريب. وما كان الله ليضيع إيمانكم وإن الله بالناس لرؤوف رحيم. عارف أنك ضعيف، فبيعمل فرصة كده لعلك تجدد التوبة فياخدك تالب، تجدد الصدقة فياخدك متصدق، تجدد الدمعة فياخدك باكي. قال حتى لا يؤاخذك يأخذك من حيث جئت، حتى لا يؤاخذك يأخذ الصحيفة من بما جئت بالآخر حاجة. وهذا جبت وأنا منين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأحب أن يرفع عملي وأنا إيه؟ وأنا صحيح. يبقى المقام الأول احترام اطلاع الله على الصحابة. ده سيدنا النبي بيقول في شعبان كله الله ان الاعمال ترفع الى الله، لكن في ليله النصف من شعبان لا يطلع الى خلقه، مش على الصحائف، بيطلع على الاحوال بقى، ما بيبصش على الكتب، لا، يطلع على احوال الخلق. واطلاعه ايه؟ اطلاعه جبر خاطر، اطلاعه تعضيد للضعف، اطلاعة رحمة بالوصف، اطلاعة لطف، فيغفر لجميع خلقه. أنا هنا يقول لك فيغفر، أنا ما حدش فيهم وقف عمل حاجة، قال لو يطلع في الليلة دي فيغفر لجميع خلقه. ها، وبعدين إلا مشرك ومشحن. عشان كده قلت وما أرجو أن يستعد لهذه الاطلاع إلا صفا وصلاة على المصطفى. الإيمان كله التوحيد في الصلاة على النبي يا ابني، وهي ذكر الأذكار، وهي نور الأنوار، وهي ترياق الأغيار، لأنها توحيد وذكر وثناء على رسول الله. فيبقى كمال التوحيد كله مندرج في الصلاة على النبي. من أمن سعينا والله قد سعينا، ويا خسارة من يعبو مع الجانب، نحن النجوم إذا قمر النبي بدع، نحن النجوم إذا قمر النبي بدا، وسفينة الوصل للحيران والعاني، وسمعته يشتم بجلال حضرته، أنا الجلال هذا قدس عرفه، أنا الجمال إذا قمر النبي بدا، أنا الجمال إذا قمر النبي بدا، جدي رسول الهدى بالوصل أولاني، وقال لي غني وهم واترك عوازلنا لا تخشى في حبنا ضيما ولا عاني، وقال لي غني وهم واترك عوازلنا لا تخشى في حبنا ضيما ولا عاني. هذه اللقاءات وهذه المجتمعات ما هي إلا مظاهر حب الله لنا يا عبادنا، وسيكون لها لسان ناطق تحت باطن العرش ينطق بالمحبة عنا، فيقول أين المتحابين في جلالي، اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. هذا سينطق الحب هذه النواطق، وسيشهد الحب هذه الشواهد. هذا الإنسان يستعد في هذه الليالي ليستمد من هذه الأنوار اللآلي. قال يطلع، ما قالش ينظر، وهو مطلع. يبقى لابد أن نحط بين قوسين في الفهم اطلاعة جبران، اطلاعة حنان، اطلاع التفضل، اطلاع عطاء، اطلاع لجنة رأف، لجنة رأف. إن الله لا يطلع إلى خلقه، ما قالش يطلع على المؤمنين، ما قالش يطلع على المسلمين، ما قالش يطلع على الموحدين، ده كله قال فيطلع. إن الله لا يطلع إلى خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا الذين أبوا. أن ينزل من الله سبحانه وتعالى لطف الصفا. المشرك والمشاحن، المشرك جحد وجود المطلع.